وهون عندي هاي الأطراف يعني بيجي عليها لحمة، وبيجي عند الغضروف هاي. هاي أكثر إشي مفيدة عشان هاي اللي كلها بنقدر نستخرج منها الجيلاتين والكولاجين. أوكي، هاي أطراف المسورة، وبنقدر نزيد مثلا 200 جرام نص كيلو لحمة. ويفضل نستخدم أرخص أنواع اللحمة من العجل، بفضل إنه نستخدم قطعة التشك، هاي أرخص نوع. إحنا ليه منضيفها؟ عشان نعطي نكهة. تشك اللي أي واحدة؟ بعرف إيش، هلا بدنا نفوت زي الريب آي وشفت إيش الناس عملوا فيه. ما تخلينيش أغلط على الهواء. أوكي، فبس هي أرخص أنواع، هاي اللي بنستخدمها للحم المفرومة. تمام. للبرجرز وهاي الأشياء. أوكي. فشو بنعمل؟ أول حركة بنعملها إنه بنفردهم كلهم على صينية، ومندخلهم بفرن حرارتهم 200-220 ومنشويهم لمدة 45 دقيقة لحد ما يصير لونهم ذهبي. أيوة زي هالشيء. حتى تشوف الدهن لحاله نزل. يعني الدهن لحاله نزل. هذا دهن، هو ولا نقطة. مليان دهن. هذا أستاذي الفاضل أستاذ يوسف بدك تشوف. يس. إن هذا دهنها. هذا دهنها. هاي دهنها. أوكي، ما تقلقوا من كمية الدهن. هلأ كمان شوي نشرح كيف نقدر نتخلص من الدهن. أوكي، هلأ هون أنا عندي طنجرة. أوكي، يفضل الطنجرة رح نستخدمها، الطناجر اللي هي بتيجي خصوصاً للمرأة مثل هاي الطنجرة، بتيجي طويلة. أوكي، وبيجي قطرها صغير. ليه؟ عشان نعبيها مي ومش كتير يتبخر. لو كانت عريضة بصفي المساحة بتتبخر أكثر. حلو. أوكي، حلو. فعشان هيك هاي اسمها ستوك بوتس، بتتحمل وقت كتير طويل. أوكي، فرح أخذ العظام هون ورح أنقلهم على الطنجرة. أوكي، هسه اللي هو مرقت ايش هاي؟ مرقت هاي نفسها. بس أوكي. هاي صار لها تقريبا 48 ساعة. اوكي، 48 ساعة. اوكي، الريحة يا جماعة بتحسوا بالدسامة. بتحسوا بالدسامة تمام. شو رح نعمل؟ رح ننقل العظام المحمرين على طنجرة. تمام، وزي ما حكينا انحرقت. يفضل انها تكون طنجرة خصوصاً للستوك بوت، وإذا مو موجودة عندنا هلأ بنشرح كيف نقدر إنه ما نخلي المي تتبخر بسرعة.